ابن اختك لذيذ كتير، الواحد ما بيشبع تطلع فيه. معك حق. بيشبه ابوه شي؟ ما بعرف، يمكن بيشبه الاثنين. كأنه بيشبهك كمان. تشلح الجاكيت؟ بشلحه. تعبت من الوقفة كتير وصار ظهري يوجعني. لا. بدك تعملي لي شوربة؟ ما بتشرب؟ طبعا بشرب. الشوربة. شوربة شو؟ بالعجين، على طريقة بودروم، بتحبها؟ بموت فيها. بعشر دقايق بتجهز. إيه بتحب الحد؟ طبعا، أنا من وين ياسمين؟ والله نسيت. تليفونك عم بيرن. آه؟ تليفون. والله مليت يا، ما بدي رد عليهم. مين عم يتصل؟ رقم مجهول، بيتصل وبيسمع وبسكر. أعطيني لشوف. خد. ألو؟ ألو؟ مين أنت ما بدك تحكي؟ ألو؟ في حد على الخط؟ ألو؟ سكر الخط على طول هيك، ما بيحكي شي أبداً وبسكر بوشي. اسمعي لشوف، إذا ضل هيك منلاقي له شي حل. تعالي يلا عادي جنبي. والشوربة؟ لا تهتمي، أنا نعسان كتير. سنين ilk gördüğüm andan beri yitirdim ben öncesini. Dönemezdim artık geri, öylece kala kaldım. Olur da geçiyorken görürsün.